منتخب مصر خاض تدريبه الأخير استعدادا للقاء كافيردي في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية. منتخب كافيردي متصدر المجموعة، ومنتخبنا بيحتاج للفوز عشان يضمن التأهل للدور الثاني من البطولة. تفاصيل أكثر عن كواليس استعدادات المنتخبين الوطني ولمباراة كافيردي وسيناريوهات تأهل منتخبنا لدور الـ16 معانا عبر زوم دكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي. صباح الخير. صباح الفل يا فندم، طبعا وكل طبعا مشاهدي، صباح الخير يا مصر. طبعا احنا النهارده في مباراه مهمه جدا ومباراه هتكون صعبه للغايه، لان طبعا احنا محتاجين الفوز، بينما كافيردي هو المتصدر المجموعه، ويمكن احنا تابعنا ماتشات كافيردي، هو يعني منتخب قوي بشكل كبير. عايزين نعرف كواليس التدريب الاخير لمنتخب مصر خصوصا النهارده قبل لقاء كافيردي. طبعا كان اخر تدريب كان فيه نوع من انواع الحماس الشديد بين اللاعبين، وان هو كله جاهز عشان الكل يبقى عنده جاهزيه كامله للمباراه الحاسمه والفاصله في اخر مباراه دور المجموعات. زي ما قلت كده، كان فيه حماس كبير، كان فيه واضح ان اللعيبه عندها رغبه قويه انها ترد في ارض الملعب، ان هم يمكن تعثرنا شويه او ما كناش موفقين في اول لقاءين امام موزمبيق ثم امام غانا، وبالتالي خلاص باقي الفرصه الاخيره امام كاب فيردي. فكل اللاعبين كان عندهم يعني نوع من انواع الشغف والحماس مش هقول الاندفاع، ولكن ممكن نقول عليه روح معنويه مرتفعه جدا جدا، عشان خاطر كله عاوز يشارك في هذه المباراه، وبالتالي كله جاهز لمباراه كاب فيردي. اعتقد كل اللعيبه 26 بخلاف طبعا محمد صلاح المصاب، اللعيبه كلها جاهزه انها تكون متواجده سواء في تشكيل الاساسي او حتى على مقاعد البدلاء. طيب طبعا احنا يعني عايزين نعرف، شايف ان فيتوريا هل هيلعب النهارده ازاي؟ التقسيمه بتاعته هتكون ازاي؟ خصوصا ان احنا فعلا شفنا في الشوط الثاني في ماتش غانا الفريق كان مختلف تماما، هل هندخل بالروح دي تاني في النهارده في ماتش مع كاب فيردي؟ متوقع ان احنا المفروض نبدا من حيث انتهينا في مباراه غانا، كان طبعا في روح معنويه عاليه جدا، كان في روح مرتفعه داخل الفريق واصرار على هز شباك منتخب غانا، لكن هنبدا بالروح لكن هنبدا بنفس الخطه اللي ختمنا بيها ماتش غانا. اعتقد ان هو صعب، يمكن فيتوريا صعب ان هو يغير تشكيل الفريق او يغير التكتيك بتاع الفريق. يمكن بعض الناس قالت ان احنا لما لعبنا 4 4 2 او 4 2 4 تحديدا بشكل هجومي مندفع امام منتخب غانا، ده كان مؤثر بشكل ايجابي، لكن اعتقد فيتوريا هيرجع مره ثانيه لطريقته المعتاده 4 3 3، هيكون في بعض التغييرات المحدوده جدا داخل التشكيل، هو عاوز يحافظ على القوام الرئيسي للفريق او القوام الاساسي للفريق، وما عملش تغييرات كتيره جدا جدا يعني تخل بالسيستم اللي هو عامله مع الفريق خلال البطوله لحد دلوقتي. طيب يعني هو انت شايف ان هو هيلعب اكتر بالدفاع ولا بالهجوم؟ يعني هل من الموقع لا ان هو طبعا اكيد هنهاجم، اكيد هنهاجم، لان منتخب مصر يعني احنا عندنا احتمالات كتيره للتاهل، محتاجين ولكن نفوز، فعشان الفوز كده هو لازم نهاجم. يضمن التاهل بشكل كبير يعني. طب متوقع برضو شايف مين اللي هيبدا بيه النهارده فيتوريا في خط الدفاع؟ لا اعتقد مش هيبقى في تغييرات كبيره في خط الدفاع النهارده، ربما يبدا بنفس خط الدفاع بعمر كمال في اليمين، محمد حمدي في الشمال، و احمد حجازي مع وجود طبعا محمد عبد المنعم في قلب الدفاع، محمد الشناوي برضه هيكون في خط في حراس المرمى بشكل طبيعي. الكلام كله مين هيكون بديل محمد صلاح، والاقرب لحد ما احنا بنتكلم دلوقتي هو طبعا احمد مصطفى زيزو لاعب نادي الزمالك، ان هو يشغل مركز الجناح الايمن على ان يكون مرموش في الجناح الايسر ومصطفى محمد في المهاجم الصريح. طب وخط الوسط؟ برضه خط الوسط فيه كلام كتير جدا جدا، لكن على الاغلب انه مش هيبقى فيه تغييرات كتيره، غالبا هنشوف حمدي فتحي والنني ومعاهم امام عاشور بنسبه كبيره، هم دول اللي موجودين في خط الوسط. مش زي ما قلت لكم من شويه، ما فيش تغييرات كبيره هيعملها فيتوريا في هذه المباراه الا تغيير اضطراري اللي هو طبعا محمد صلاح عشان اصابته، فغالبا هيبدا بزيزو وهيخلي جنبه تريزيجيه كورقه رابحه لو احتاجها خلال اللقاء يدفع بيها، سواء لاراحه بعض اللاعبين او لو احتاج ضغط هجومي اكتر زي ما حصل في ماتش غانا. طيب حضرتك بتتكلم عن إصابة محمد صلاح، وامبارح كان اتحاد الكرة أعلن رجوعه مرة تانية إلى إنجلترا لتلقي العلاج، ولو لحق إن هو يرجع قبل عندما يعني نتأهل هيرجع مرة تانية يستكمل الماتشات. شايف الكواليس امبارح كانت عاملة إزاي؟ يعني انا كان نفسي الموضوع ده لو كان هيحصل يا اما كان يحصل اول امبارح او يحصل النهارده، لكن حصوله في ليله مباراه كاب فيردي اعتقد الموضوع فيه تحفظات كبيره جدا جدا، واعتقد الناس كلها شايفه على السوشيال ميديا يعني موجه كده آراء من الغضب متباينة. والزعل في الجماهير المصريه. انا بقى اللي قلقني بس مش عايز الموضوع ده ياثر على اللاعبين، يعني ده الوحيد ده الموضوع صحيح. اللي شاغلني. يعني انا طبعا الاصابه دي اصابه قدريه، اي لاعب ممكن يتعرض للاصابه، ومش عايز اخش برضه في حته او الجدل
هو مين اللي غلطان، واتحاد الكوره صح ولا غلط، وصلاح وليفربول صح ولا غلط، واللي بيحصل ده ما حصلش قبل كده. يعني مجموعه من الاحداث واللغط الكبير جدا جدا حاصل خلال الساعات الاخيره في احنا ليله عايزين اهم ماتش نركز فيها في في المباراة المجموعات. بتاعت النهاردة. اه طبعا انا قلقني جدا الموضوع ده ان هو ياثر على تركيز اللاعبين، لان ماتش النهارده يعني مش عايز اقول 50% تركيز و50% روح، يعني مش عايز اقول بقى تكتيك وخطط ولعب، لا خالص، يمكن علشان كده الروح اتحاد مهمه الكرة والتركيز اعلن مهم. ان صلاح كان المفترض يسافر من اول امبارح، لكن هو اجل سفره حتى لانتهاء النهارده من المباراة علشان يكون بجانب الفريق لرفع الروح ده اللي المعنوية اقصده، هو كمان. لو كان في اتجاه لكده كان الافضل يعلن ده من اول امبارح، ما ننتظرش ليله المباراه، خاصه ان صلاح صحيح اتفاجئنا بيه موجود في التأخر المؤتمر لأن الصحفي امبارح. يورجن كلوب هو اللي أعلن عنها، فكانت صدمة للجماهير المصرية بشكل اه كبير. طبعا صدمه كبيره جدا جدا، بس اللي اقصده ان يعني السيناريو اللي حصل امبارح يظهر صلاح في المؤتمر الصحفي، مع ان احنا عارفين ان المؤتمر الصحفي غالبا بيظهر فيه لاعب غالبا هيكون هيكون هو مشارك في قائد المباراه الفريق. اللي بعدها. اه فلكنه طبعا ظهر وهو مصاب، احنا عارفين مش هيلعب، فبعض الناس بدات تقلق هو ليه صلاح ظهر في المؤتمر الصحفي قبل المباراه، وبرده قال كلام في النص ان بقى فيه زي بيان مشترك بين ليفربول واتحاد الكوره، فكان في كلام كده ولغط كتير جدا جدا من بدايه اليوم امبارح. ربما يكون الفريق داخل الفريق عارفين القرار، ولكن طبعا اللي حصل بالليل ورد فعل الجماهيري على السوشيال ميديا اتمنى زي ما قلت ما اثرش على الفريق. احنا عندنا يعني احنا طبعا محمد صلاح نجم كبير وكل حاجه، لكن احنا واثقين في رجاله منتخب مصر، بدليل ان صحيح احنا لما محمد صلاح اتصاب في ماتش غانا ماتش صعب جدا وتاخرنا في النتيجه مره ومرتين، اللعيبه قدروا ان هم يرجعوا وكنا كمان قريبين من تحقيق الفوز على غانا. هنقفل الصفحه دي، نركز في مباراه كاب فيردي بنسبه كبيره عشان نحقق الفوز، وبعد كده بقى اللي يكون مقام المقال زي ما بيقولوا. طيب، احنا منتخب مصر هو منتخب قوي، ده معروف علينا يعني في كأس الأمم الأفريقية على مدار السنين كلها الماضية، لكن أكيد منتخب كاب فيردي اللي ضمن التأهل رسميا النهارده لدور ال 16 هيبدأ مدربهم ازاي يتعامل قدام منتخب مصر، لأن هو عارف ومقدر كويس قوي قيمة المنتخب المصري. تمام، بوبيستا هو مدير فني وطني من كاب فيردي. طبعا كاب فيردي هي دولة يعني حديثة العهد بالنسبة لأفريقيا وبالنسبة لكرة القدم الأفريقية، يمكن حتى اتحاد الكاب فيردي لكرة القدم متأسس سنة 1982، يعني ما لهمش كتير يعني، ودي يمكن المشاركة الرابعة ليهم في كأس أفريقيا. أبرز مشاركة ليهم كانت في 2013 لما كانوا في مجموعة فيها جنوب أفريقيا والمغرب وأنجولا، وكان ساعتها جنوب أفريقيا منظمة البطولة، وصعدوا كمركز ثاني، تعادلوا مع جنوب أفريقيا وتعادلوا مع المغرب وفازوا على أنجولا، وجم في دور الثمانية لعبوا منتخب غانا وخسروا 2-0 وودعوا البطولة. فواضح ان الفرقة كل فترة بيجي لها جيل كويس، ويمكن احنا السنة دي واضح ان اللعيبة عاملين مستوى عالي جدا جدا، فازوا على غانا 2-1، فازوا على موزمبيق 3-0. وبيستا كان قبل ماتش موزمبيق بيلمح ان هو هيلعب بكل الطاقة اللي عنده عشان عاوز يحسن تأهله طبعا قبل ماتش مصر، عشان هو عايز يفكر في إراحة بعض اللاعبين او الكلام ده كله. ولكن في المؤتمر الصحفي امبارح ان زميلنا خالد رزق ساله بشكل مباشر انت هتغير في تشكيل الفرقه بعد ما انت خلاص ضمنت التاهل لدور ال 16، فالراجل هرب من السؤال وقال لسه هشوف وهفكر وكده. ولكن في الاغلب بوبيستا بيلعب بطريقه اللعب، بيلعب 4 3 3 لما يكون الفريق اللي قدامه في المتناول وبيقدر ان هو يهاجمه، وده حصل في ماتش موزمبيق، بيلعب 4 3 3 وبيهاجم بشكل مدافع جدا. لما بيلعب فرقه اكبر منه او فرقه ذات خبرات زي ما كان بيلعب مع غانا مثلا، فبيلعب ب 4 5 1، بيأمن وسط الملعب وبيأمن الدفاع وبيعتمد على المرتدات. فبنسبة كبيرة وبيستا النهارده في ماتش مصر هيلعب بهذه الطريقة 4 5 1. موضوع إراحة اللاعبين أكيد هيحصل، خاصة إن عنده 4 لاعبين عندهم إنذارات، وبالتالي غالبا هيريحهم عشان مش هيغامر إن لاعب مثلا زي جوفاني كابرال اللي هو الجناح الشمال المحترف في سلرنيتانا الإيطالي، يمكن ده من أشهر اللعيبة عندهم، هو عنده إنذار مثلا، فمش مش هيغامر بيه النهارده، ينزل يحصل صحيح. أي احتكاك ياخد إنذار تاني يتم ايقافه المباراه اللي جايه. فبنسبه كبيره جدا ان هو هيريح بعض اللاعبين اللي عندهم انذارات. بيبي المهاجم اللي سدد كره صاروخيه في العرض في ماتش موزمبيق وبعدها سدد كره صاروخيه ايوه مكان ابعد، خدت الحارس ودخلت بيه جوه المرمى، اتعرض لاصابه الماتش اللي فات ونزل مكانه لويس سيميدو. بنسبه كبيره برده بيبي بانه اتصاب يوم الجمعه، ما اعتقدش ان هو هيدفع بيه النهارده، حتى لو هو سليم مش هيغامر بيه. فكابفيردي هيعمل بعض التعديلات اكيد في التشكيل، التغييرات مش والتعديلات. هتبقى كبيره ولكنه هيعملها، ولكن بنسبه كبيره هيلجا الخطه الدفاعيه بتاعته ل 4 5 1، لكن ان شاء الله منتخبنا قادر ان هو يكسر هذه الخطه انا بقى الدفاعيه سؤالي ويفوز الاخير، بالنقاط دي. علشان انت بتقول منتخبنا قادر، توقعك لمباراة النهارده النتيجة هتكون ايه؟
يعني الموضوع صعب وفي توتر كبير، لكن ان شاء الله منتخب مصر النهارده يظهر الوجه الحقيقي للمنتخب الوطني، إن شاء ان شاء الله. الله نفوز بفارق لا يقل عن هدفين على كاب فيردي ان شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عثمان إبراهيم الناقد الرياضي، شكرا لك.